القديمة. يا سلام. مسعد القديمة كانت سمعتني. كانت الرحمة والكرم وكل خير اللي كاين فيها كان موش كما اليوم. هذه اللي نعرفها عليها. ما لا حدث تغيير في بين الأمس واليوم. ممكن نعرفوا شوي وماذا حدث في التغيير. كبير. يسمعنا. بكري كانت الرحمة كانت كنا عايشين في واحد المعيشة ماهيش كنتا اليوم ضربت. سمعتني واحد ما هو لاهي بواحد لاهي النار شاعلة والنار طايرين أنا بكري والو طالقينها بوامور والسلام عليكم اللي عارفين باللي كاين ربي سبحانه وتعالى كاين و توكل على ربي ومشي توكل على ربي ومخموش كيما نقولوا كمان ما نفا بلي لوان وكذا ومني ونديروا وكذا ومني هذي خاطينا حنايا ناس قدامى هنادو حنايا غنعيشوا كيما ربي قدرنا المعيشة سمعتني ما نعاندو حتى واحد ما نخزرو في هذا روح الوقت بن عمي تبدل ياسر تبدل ياسر ممكن نعرفوا عائلة تتع نعم منذ أي سنة قطنت هذه المنطقة هذه؟ من عام هنايا في مساء قاع الشيخ الأول أي من عام 1880 في ذاك النوايا من 1800 سنوات 1880 وكانت لديكم هنا غابة في بستان هنا في نعم شرينا هذا الحيرة اللي كانت هنايا كانت أفخر بحيرة سمعتني وكانت الناس صادقين اللي يخدموا فيها الناس كما نقولوا عندهم القيرة على الخدمة مش كما اليوم دروك تلقاه ما تحت الحيط وتقول روح خدم رغم ما دع في السابق كان كد اليمين الناس تخدم كد اليمين وكانت يطيح الساقية في السد كيطيع ينبرحوا الكل الساقية كي عندنا السد كانوا يربطوه كان يربطوه نربطوه غابة زجر تاع رملة تروح المواطنين هذي فلاحين بالفالة والبالة وكل واحد هو البالة القبات قدام مني لا بوك لا كانت لا لا شارجور لا شارجور لا والو من بعد تجي تتملى هذاك السد تتملى هذاك السد ويجي مع الساقية ساقية الفرع السلام الله يبارك كان الخير اللي عطاه ربي ما كانش اليوم هايا ساعتها تم كانت الساقية كانت تاع تراب ونتاع كانت البركة اللي فيها وكانت الخير اللي فيها سمعتني من بعد جاو في لي زاني 63 والله هكذاك جاو خدموا الساقية نتاع السيمة خدموها بالسيمة النهار اللي خدموا هذيك الساقية بالسيمة ما قعدتش عامين وهو ربي سخط عليها راح السد راح السد وراحت تعمرت الواد عندنا هنا عشاك عادوا يلوحوا فيها كاع الزيقوات بكري ما كانش الزيقوات اللي يلوحوا فيها دروك راه مليان الزيقوات وخماج وفي الواد اللي كانوا حتى كان الواد فيه عيون ما حلو عيون اي كانوا حتى فيه الاسماك الناس تروح تصاد اي حنا نجي انا كنت نصاد في الاسماك من السد مات ما في الساقية تروح ثم صاد تجيب الباي تاعك ها في الساقية تروح ليش السد حاجة أخرى خاطر شديت أنايا حوتة من السد فيها واحد فايتة كيلو ومن بعد جاء الدعم الفلاحي والدولة دعمت الفلاحي الفلاحي جات الأمور هذه ومن بعد خلطت عاد سلفة ولا بنك وعاد وكذا من هي وعاد راح كلش بساتين الآن الحاج سيد الكريم كتعود لو كتعود تمشي أنت في الدور في هذه البساتين هذه يسموها السيل الأخضر احنا نسموها بساتين السيل الأخضر كتعود تمشي فيها وش الإحساس وأنت تمشي فيها مؤسف
ما نشتيش انا ديجا عندنا بحال هذه ما نشتيش نروح نشوف والله ما نشتي ندخلها. الشيء اللي كان فيه كان الشيخ مسكين بكري الله يرحمه ان شاء الله، الله يرحمه ويرحم امه محمد، تلقى كل خير تلقى كل خير كاين، كان الشيخ تخدم ما عندهم.